العرضة النجدية، الصوت المهيب وإعلان الحرب. يهتد نسل السيوف وتسهل الخيول ويصطف الرجال. هكذا هو موروث فن الفخر منذ تأسيس الدولة السعودية قبل 3 قرون. مرت السنون ولا يزال هذا الصف بحامل بيرقه يقف شامخا محتزما بالشلفة. قصة العرضة النجدية مع أشهر متوارثيها من الدرعية أرض الملوك والأبطال، يرويها صالح العبد الواحد مبتدئا بالحوربة. يا الله يا عمرك اسمها الحوربة، جعلك تسلم، وهي منادات لأهل العرضة أنهم يجون في عرض ثم بتقوم. كانت أول الحوربة لجمع جيش الملك عبد العزيز وأخوياه وربعه ومحاربينه، فيحورب المحارب يناديهم في شيء بيقوم، في حدث بيقوم. كانت تقام في الاستعداد للحرب وبعد الانتصار. صالح العبد الواحد مواطن من مواطنين المملكة العربية السعودية، من أهالي الدرعية، من أهالي الموقع اللي إنا فيه، الموقع التراثي الجميل اللي عاصمة المملكة العربية السعودية، الدولة السعودية الأولى الدرعية. أعمل في مجال العرضة السعودية منذ تخرجي من جامعة الملك سعود عام 1403 أو 1404. الحمد لله أنا اليوم كسبت ثقة القيادة. العرضة بالنسبة لأهل الدرعية هي في دمهم، لأن أخذنا هالفن من آبائنا وأجدادنا والأجيال السابقة في الدرعية، وسميت الآن بتوجيه سيدي ولي العهد الدرعية بيت العرضة. فعلا هي مقر العرضة وهي أساس العرضة، بلد حكام، بلد أبطال، بلد مؤسسين لهالبلاد، بلد ناس بنوا هالكيان الشامخ. والله يطول العمر انت رجعتنا لهالذكريات الباطن اللي هني الوادي، وادي حنيفة، كانت تقام فيه العرضات أيام عيد الفطر المبارك، وكنا أطفال و نجي ونوقف ونتفرج مع المتفرجين، ولكن كانت في دمنا. أبوي يسويها وولد عمي وعمي وخالي وجاري وأهل الدرعية كلهم يعرضون ويتغنون بهالبلاد، تغنون بقصائد اللي تحكي تاريخ هذه البلاد. فاندمجنا معهم وتعلمنا وعلمونا مثل ما نعلم النشأة الحين، هم علمونا قبل وشلون نوقف وشلون نشيل معهم وشلون يطقون الطبول وشلون نشيل السيف وشلون ننشد وناخذ الألحان وناخذها على أصلها. وقف الملك عبد العزيز منذ تأسيس البلاد ومن بعده ملوك وأمراء ورجالات الدولة في منتصف صف العرضة في نهار وعز ظهيرة، أو حتى في مساء وبعد الشمس مغيبة، في ساحات القصور وفي الفيافي بين روضات وحولهم من الخزامى زهور، مرددين أبيات القصيدة التي تقشعر منها الأبدان فخرا ومهيبة. أمام خادم الحرمين الشريفين الله يمد في عمره ويحفظه، وقدام الملوك اللي معه في سنة المئوية أول مرة نحارب في احتفال المملكة العربية السعودية بالمئوية عام 1419 هجري في الصالة الرياضية بالدرعية. هذه أول سنة، وهذه الحمد لله كانت نقلة تاريخية في تاريخي مع العرضة السعودية. مشاعر ما يتخيلها عقلك، يشوش الرجال ويوقف شعر جلده. الله يطول عمر الملك ويحفظ ولي العهد ويحفظ الأسرة الحاكمة المالكة ويحفظ شعبنا. شعار السابقين هم أفضل
من كتب في العرضة السعودية لفهد بن دحيم، محمد العوني، عبد الرحمن بن صفيان، الحوطي، كلهم كتبوا، وسموا سيدي الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، كلهم كتبوا، والشاعر مشعل الحارثي، والشاعر نايف الدغيلبي، كلهم، وعبد الله بن حمير القحطاني، كلهم كتبوا قصائد عرضة وكلها ممتازة. فهيد بن دحيم يقول: نجد شامت لأبو تركي واخذها شيخنا، واخمرت عشاقها عقب لطمخ شومها، لبست نجد العذية تهل دموعنا بالهنادي، قاصرين شوارب قومها، حنهل العادات ومخضبين سيوفنا، والطيور الحايمة جادعين الحومها، صعبة إن أفعالنا لبغاها غيرنا، كلمة التوحيد حنا عمر رسومها، جعلها دائمة عالية إن شاء الله، إلى آخر القصيدة. البيرق لها هلة، كان أول لال معشوق، عائلة اسمها المعشوق من أخويا الملك عبد العزيز، هم أول من شال البيرق في حروب الملك عبد العزيز وفي فتوحاته، وخلفهم بعدها عائلة اسمها آل مطرف. فالبيرق اليوم في كل محفل، في كل محفل هو رمز للدولة السعودية. بالنسبة طال عمرك للصف، البيرق، البيرق يحضر ويطلع في حضور مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد، والاحتفالات الكبيرة اللي المملكة العربية السعودية. صف البيرق اللي هم حراس البيرق اللي هم يحاربون مع البيرق أول، فهذا تمثيل لما كانوا يقومون به. الصفوف العرضة صف يمين وصف شمال، وأهل الطبول والسبحة والشاعر والمحارب، كل هذه يعني مكملات العرضة. 300 عام والمحورب ينادي، والفخر يزداد عمقا في بلادي، وعاش الملك للعلم والوطن. أحمد نويصري، MBC.